متأكد؟ في ولايم اليوم. شوف بابا. يا 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 شو؟ هاي ميرو ما لعبها كمان؟ لا هو عم يقول لي انه وين الاكل خلصنا يمكن ما قصده على ميرو. صباح الخير وين بوسه صباح الخير؟ يا عمري يا عمري يا عمري ميرو بتعطي بوسه للكل بدها تروح تنصت توزع بوسات شو عليك؟ ها؟ اسحب لك المخدة يلا اسحب لك المخدة خليك يا عمري يلا روح يلا بلش دبدب تركي خلص حاله خلي دبدب يلا بخلص حاله بس بدي اخلقه له انت ابوك بتحبوا العزايم الا بدنا كراديش اللحمه هيك يكونوا كبار اكيد الاكل فيه لحمه يا ماما اكيد حبيبي اكيد عزيمه ماشي سوت وجهنا قدام العالم لا اكيد شيء لا يا عم ايوه من يوم يوم بيضي لي وجهي بالعزايم اي عم لك يعني اي اكل يعني كتري لحمه عرفت شلون مو مزبوط 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 بابا انت معطله اليوم معطله ما في روضه بدي انا ناخذها شو هالاجتهاد هاد؟ ايش هالاجتهاد هاد؟ لا شوفك على المدرسة وبكره بس تصير مدرسة هلا عم بلش لعب لأنه طلع شو؟ عم تضرب شو؟ شو ما بدك تروح على الروضة؟ زعلت ما بدك شال في جمال حلوة؟ مين جاب لك إياها؟ هاي في جمال الطلعة؟ ورجينا لنا شو شال حلو؟ ما في اليوم عطلة عطلة أنا أغراضي ليش مجهزة؟ ولا 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 تعب أضبط حدا يترجم تعي سلم عائلتنا الحلوة يلا اليوم يا جماعة رح نعزم عائلة جيهان وسيوار العائلة اللي وصلت من بلجيكا بالفيديو الماضي واستقبلناهن معقول يجوا بس لا تخافوا لا تخافوا إن شاء الله إن شاء الله ما يكون في يعني إن شاء الله ما حسين أعمل فيكم مقلب إن شاء الله بس لا. إذا صحت لي الفرصة فأنا ما رح أقصر أبدا لا ولو حرام يا حرام نسي جزدانه أقسم بالله وقف قلبه يا حرام جايين من السفر تعبانين ليه عم تطلعي فيني بدنا نروح هلا يا جماعه نجيب اغراض بس قبل ما نروح ونجيب الاغراض شو لازم يعملوا لازم يحطوا لايك ويشتركوا بالقناه اذا ما كانوا مشتركين ويفعلوا زر الجرس لا تكونوا جزء من عائلتنا وحساباتنا الانستغرام سناب شات كلهم راح تشوفوهم بصندوق الوصف ويلا اليوم في دسم ايش بدك تطبخينا مفاجاه وانت ما بدي اشوفك بالمطبخ ثاني خلص لازم الاكل انت ضيوف يعني لازم يكون في بالاكل لحم يعني تخلي اللحم عرفتي كده احنا يا عيني على طنجرة الضغط لك شكله لحاله يعني راحة نفسية يا ننوش راحة نفسية ما أنا بشتغل فيها حبيبي شو قررتي تعملين لنا أكل أنا عرفت أنا من الأغراض اللي جبتيهن عرفت بدي أعمل أرمان بدي أعمل ولي بسم الله شبك إيه 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 بحبك والله العظيم بحبك يا روحي والله بحبك وكمان رح أعمل لك صينية كبة بالصينية هي كم حبة درويش لا 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 بس هذا مو انا حبيبي حماتك مين؟ معلش لا كمان لا 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 بتأثر انا بشوف هيك صينية بتأثر انا بموت جبت لك شو اهل لحمة كبار هيك هيك بعرف ليكم شيخ عنا لحمة بس هاد الارمان ما بنحط معه لحمة بعض ما عرفتوا انا جايبهم بعض مو كلهم فهمتوا علي شلون؟ فاضطريت اروق واجيب له شو اسمه حتى عظم الخروف ما سلم منه يوم عيد ميلادي كلهم جاب كل اللحمة بعظمه بعظمه بس هاي الارمان ما بده بده هيك طلعوا بده هيك شقف يكونوا كبار وجبت دهنه كمان ليه عرفتوا جبت الليه كمان عشان هيك كمان شقف كبار ما كنت اجيبهم اكبر من هيك بس ما بعرف معلش وهي للهفره وهي للحشوه تبع الكبه وهذا الفجل والبصل من شان نسواننا طلعنا برات البيت وايش اسمه وايش في كمان جبت عده فتوش كمان المهم جابت اغراض كثيره ننوش زدين اللحمة خليه تتعذب بسرعة يلا وده تعمل كمان فريكة شي فيه هاي الفريكة فرجي فرجي جبتها كويسي والله كويسي كويسي هاي نوعيتها مهمة جدا ننوش عزبيون عزبيون لو سمحتي ايش عم تعملي نزدي هيك مثل ما هو عم تعزيون لا ايش عم تساوي الماء سخنة لا احترق انا نسيت حطهم بالماء التهيت خليون يتعذبوا عذاب بس طلعي هذا انا اصلا هن جايبهم طرايا على فكرة يعني يعني ما بدهم اقل من نص ساعة ماشي؟ حاضر ايه هلا بيغلوا اول غلوه من شاي الزفره مو مثل حضرتك حطيت راس الخروف لا تجيب سيرته احكي علي ما له على راس الخروف احكي معي انا لك انت شو انت انزلي انت ايش طالعه من اسمك طويله تعالي هون لشوف تعالي هون انزلي لشوف انت شلونك بتخلي امك لك طلش من حماتي لك انا اكرمي من جيب مثلك يا ربي دخيلك لك طلعوا ايش عامله في امك بتخليها تفرم بصل طلع عيونها ورجيك اذا بتنزل دمعه اذا بتنزل دمعه من عين حماتي هي ما بترضى ما بترضى تما بهي فرامه البصل على الكهرباء ليش ورجينا شو عم تدمع لا والله عينها ماخني حماتي عينها قويه عينها قويه
بس عيونها حمر، طلع عيونها كاشفين وحلوين. يا هذا امي كانوا عمتي مالك على وقت. بس حرام جيبي لها الفرامه ورجيني شلون عم يطلعوا. امي ما بترضى ما بتفرم احسن والله. احلى من 100 فرامه حماتي، مو حماتي عم تفرم، قصدي البصل احلى من 100 فرامه يعني هيك. الله يرحمها ستي عم تقول. ماشي الله يرحمها لستي كانت والله بتفرم، كنتي احسن من فرامه. ايوه اي ماشي انت ستك هلا انت كمان يا ماما. اي والله ترى بفرم. لا ما بتفرم مثل هيك. انا بيشهدوا لي اني انا بفرم. بيشهدوا لها ايه شاهدوا. هون جهزت حماتي اللي هي حياتي البرغل والبصل والتبله كلها منشان هلا نحطها بالماكينه. يلا بسرعه ما ضل وقت، اجوا الضيوف اسف. امك خلصني اعطيها الفرامه يعني من كل عليك صدادي انا مشان السرعه يعني عرفتي شلون روحي. الكبه بدي احطها هلا بالفرن وهون مامتي خلي لي اياكي انا تعمل لي هيك كم نص كبه. سلم ايديك يا عمري. هلا شغلت الفرن رح احط الكبه بالصينيه. لك قوم يلا على هلا على العشاء. لك والله يا خلص والله عصيبه جيهان راسي يي خاف لك قوم يي يي يا علي يا عمري دول كانوا والله لك تعبت الولد بس لو تعرف بيجلو بس. اي والله بس هذا بس 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 هذا جحش ما بيعرف. اسمع اسمع انت مررني هي مررني هذا ما اصلي هو لحظه مثلا هو بس لو انت مره مره خلصت خلص روحوا العبوا هنيك. ايش بدك تعملوا هون؟ تعال ساعدني شوف المطبخ. ما اخذوا لو وقفتني انا وقفتني على المنتخب اصلا طلع بصرخ مثل ابوها. لو وقفتني على المنتخب انا ما بخصص. غبو غبو جي عند شوف انا وياه دغري غبو طاف فهم سيرك سيرك خلص الاكل ايش بدك؟ يلا تعال بس كل 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 والله العظيم يا اخي راسي ضربة جزاء ضربة جزاء. ما بدك صبرني انا عم بسخب الاكل؟ شو انا يا جماعه جماعه روح اطلع بس دخل قول صيح تمام تعال معي. ويا عيني يا عيني شوفوا 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 ما شاء الله ما شاء الله. هي ايش عم تسوي لحالها هون؟ لا هدول على الوش يا عمري. على ايوه مشان العين تاكل. ايه حطوه النوش. لا عمر النوش شو بتعرفي عم يخبرني سوار وقت اكل يبرا عنا هذيك المره قبل ما يسافروا قبل ما يروحوا على بلجيكا. ايه قال هلا ما عم ينسى الطعمه تبعيته. لك 100 صحه وانا يلا يلا في لسه اكلات كثير رح تنعمل عن جد؟ بحبك من كل كرشي. انا بحبك بس كمانك عم تحبني. لا لا منشان كل شيء كل شيء منشان كل شيء منشان كل شيء ومنشان كل شيء. حماتي الله يعطيك العافيه يا ما امي يعطيك الله يعطيكم العافيه ما شاء الله. ايوه روحي روحي شوفوا شوفوا شوفوا. ايوه يا ننوش هذا الارمان على اصوله لكن اوعى ما في مزح يا اي من الاكلات الشهيره عنا بس كثير طيبه اكله حلبيه بس كثير طيبه كثير. أكلة الأرمان قريبة على الشاكرية بالضبط قريبة بس الفرق إنه هديك بحط نعنع هديك وبصل هديك نعنع وبصل هاي بس توم بالضبط حسب ماما هاي بس توم هي أذواق يعني الواحد إيش بيحب هيك ياكل صح. شلون أمكم بتعملها؟ كتبوا لي بالكومنتات أنتو. فرط ريقي عم ببلع ريقي أنا. يلا عم نوش خلصت والله. طيب روح أحسن ما واقف عم تصورني روح قول هدول علي. يلا حط راسي عيوني خوفي ما اشوف الاكل عم صار له 20 دقيقه عم طمش يا حرام.
يلا شو ناطر خروف مكتف. اذا بتشيل هلا عيونك راح تنصدم، بس بدنا ردة فعل تكون يعني حقيقي. اللي بتشوفه اللي بشوفه انا اللي بتشوفه سوى اللوحه. ايش ارتخوا لك يا بكير؟ واحد يلا اشو اثنين واحد اثنين تأمل تعرف شو تذكرت؟ اول شغل ما تفتحه خالص قبل ما تفتح تشيله عن عيونه. تذكرت لما كان ريتشو يفاجئني هيك ويطمش لي عيوني؟ يعني اعمل له مفاجأة قريبا. عيد زواجنا حبيبتي يا جنة. واحد اثنين ثري. لا هو ناس الناس كلها يعني ما عم نشوفه منيح. وين محلي انا؟ وين بدك بروك؟ انت قاعد هون. طلع شلون صايفين رتل عسكري. هذا مثلا نظامي، هذا حماتي موقفته هيك يعني مثلا صف وراي وقت كنا بالجيش. نفس الشيء حماتي صفتهم هي كبه. لا والله كبه كبه صينيه سواد. شلون شايف لي هالمنظر؟ صح. طلع 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 بس في شغله بس جايين على بيت حلبيه نظاميه. اوه لا 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 ليش اخذين الصحن هذاك لهونك؟ عيني لسه عم قربي ننوش قربي. هاي اللي هي شايف هاي اللي ايش لون عم ترجف تحت عشان تذكر المره الماضيه كنت ادوخ. ما بيحسن ريت شو ما بيحسن على اللي يعطيك الف عافيه. دوق اللي في لقط. يلا خلينا نبلش بقى فرطنا. الله يعطيكم العافيه انت وحبيبتي. الله يعافيك يا رب. الله يعطيك العافيه. عيني لسه ما عم تشوف منيح. هلا ما عم تشوف. يعطيك العافيه خالد. يعني ما بشوف. الله يعافيك. اذا جبت اعمى بشوف. اذا جبت اعمى اذا استحقيتوا هالمنصب بصير بشوف. طيب حاج تحكوا خلينا ناكل بقى عدو. يمكن شي سبع سنين. تسلم خالد. اللحمه اللحمه. هلا حددوا مكاسب. فرطه فرطه. يه يه يه. طنجره الضغط يا عم. فرطه فرطه. لك انا هي الشغله الوحيد ما بندم عليها اني طنجره. طلع طلع شو عم بفرط اللحم عم بفرط. فتحت امك فتحت امك سوار فتحت امك بدلوا بعض كثير. ايه طمست الدنيا. ايش طمستوا؟ ما صار شيء ما تخافي. الله اي وعد من امك؟ لا لا هي كنت شايلها انا عم بضيف المتابعين. لا كات كات خلص قسم بالله راي اموت انا اذا صار لي شيء بكون وراك انت وامك يا نانسي. يا عمري لا طل 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 يي 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 الصنوبر طلع لحق فتح الكبه ما عندك ما حدا يفتح كبه حماتي. صحوا هنا يا دوق دوق. لا لا هيك ما نعرف قلت لي هالفتوش المخوف. طلع هالفتوش طلع جاي 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 بعيد عنكم. انا بعيد عنكم البعيد عن العين مين بعيد عن القلب. هيك بتقول نانتي ان شاء الله الف صحه. وانا بدي اعذبك شوي منون بدي اطلع وادخل كثير. انا ما بحسب ولا لسه دوق عم السلطه اليونانيه. والله كثير طيبه. شو السلطه اليونانيه؟ عم بتقلدي اليونان؟ تمام اليونان عم يقلدك. ايوه هذا غريب. ايش السلطه اليونانيه؟ نحن هن بعوزونا. يا ميت اهلا وسهلا جايتكم غالي. بس لاقلك شغله انتم طلعتوا هدول جماعه اوروبا انتزعوا صاروا اوروبيين معكم صارت اوروبيه صغيره. يعني كرمال هالشغله انتم عايشين باوروبا معدتكم صارت اوروبيه صغيره. رجعوا رجعوا اول كبه كبه. طري طري حبيبتي ما بحب السكب انا. طري الصحن انا ما بحب تسكبي لي. خلص سكبت الكل خد الصحن كله انت. كلهم قصوهم قطع صغيره الا انا بخليها قطع واحده. والهريسه شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوني هي امه قتلوني. واو ايش هي واو؟ مين صحوانا؟ يعني ما هذا؟ يعني شيء شيء رهيب هيك شيء رهيب شيء خرافي. لا بده 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 سوفت وير. هو لازمهم لازمهم كلهم بده سوفت وير. وصلت. شو بك حبيبي؟ طيبة. عم قص اللحمة بمسكها هيك بقصها بالنص هيك حنعمل لها. شو بعمل فيها؟ شو قصدك تعمل فيها؟ حبيبي تعمل هيك ها؟ شوف اول حركة ها؟ طلي صعبة ها؟ شايفة؟ ايه ما بتزعجها خليك ها؟ ما بتزعج اللحمة نهائيا انت؟ قلت لكم طلعوا اوروبا انتزعوا بتعمل لها هيك تمسك هاي؟ لا بلتقوا مع بعض بنزلوا مع بعض على المعدة؟ كبيرة عليك. لا لا ما فيني شيء ما فيني شيء. نظامي؟ نظامي لكن اموري تمام مية صحة. وهنا يا عمي مرت عمي بعد اذنك شو بدك يعني؟ البصل الاخضر عيني بصل اخضر امسكها هيك. انا لازم اتعوض اكون مثل
عمري هيك ما بيضل بصل ياكلوا الجماعة إذا كل لقمة. أسفل صحتين. لا صحتين. تديني أتهنى. أتهنى أتهنى. فيك تخلط معها فيك تخلط معها كبة كمان طلع. داون لا. أنا بعضها منشان أنت تشوف قلبك. بس يا جماعة عن جد الطريقة هي طيبة. تزعل يا ربع برجع برجعنا. لا طيبة. شو منزوق؟ ثلاث ساعة تأكل لو أنت ما أكبرها. هيك قد هيك سبحان الذي خلقها سبحان الذي خلقها اوروبية لك تاكل شلون ما بدك كله 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 على راحتكم انا بدي اعمل حالي لانه اذا شفتهم بيصدوا لي نفسي لا لا كل حبيبي كل انتوا ما طعميتكم لسه ارمان كان راح توقفت الكاميرا ونستني خذوا كلوا ان شاء الله الف صحة ها كلوا هاي كمان الف صحة وانا إذا شريته مسحوا يي يي بصل بصل وين راح بصل أنا نسيت أطعميه البصل فينا بصل طب بالك ما بياكل بصل لا عندي فجل أنا ما كنت هيك جربت هلا طلعت ما بدك فجل كمان فجل لا لا ما بدي نفس الطريقة اللي أكلت فيها بدي أشوف إيش بتطلع بالوضع جرب النص نصها بالصحن لك ها أنت طلع أنا بقص شواربي هيك طلع 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 بقصر من هون من هون عشان ما يضايقوني بالاكل انت تركن سيحلات هيك هدول بيوقفوا بطريق الاكل شوف الارمان هاي الارمان ايوه صح الكعب تبع جيهان ليكو لبسه بوت ولا سوار لك اكبر منك البوت شو عم تعملي سلاحي ما بصير ماما عيب ماما شو ماما شو عم تسوي هدول ايش عم تسوي انتو بيتشكر على ورجينا لشوف ما شافوا عيلتنا هون ايش جابوا لك شوف شوف ورجيني طلعوا شو جابوا له شو جابوا لك انت ما شاء الله اه اي ما شاء الله بالعين. يا عمري يا روحي وانا وين تبعتي يعني لا تواخذوني انا يعني جيبي لي شيء لما انا ايش انت ولدت من ولدت لا ما انا ولدت قصدي ما ولدت يعني بس يعني هيك شغله من يعني جاي من بلجيكا طلعوا لي تبعتي لو سمحتوا ما خرج استنى هلا بدك هلا اي هلا 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 لو سمحتوا صوري لي ردة فعلي وانا خجلان منهم اي ابغى انت بتطلع بيتشا هلا كل واحد بيجيب هديه حسب الشيء اللي بيلبسه بس ما منع ايه شو لبس ايش بدك لحمه بدك لحمه سوار حدا يجيب لحمه من هنيك لهون بعدين لحمه لهنيك هذا مو كيس الشيئين ولا انا غلطان لا لا مو شيئين ابقلدو شيئين هذا لا مانجو مانجو هاي ثانيه ايه ايه مانجو ماركه ثنتين جبت لي ثنتين هاي الثالثة إن شاء الله تزبط عليك أيوة هريتشا ثلاث هدايا يعني دقيقة هو مدلع على الانستا... لا والله هدو هاي بفتح واحدة منهم وهي وهي بتجوا على الانستغرام هاي تسمى كتير بهاي بتجوا على الانستغرام لعندي بصندوق الوصف بجوا إيش شو هذا الله ليش ترى تحب هيك شغلات ريحته بلجيكية هذا تبع ثلج مو بلبسوه لا لا شو لا موديله هيك ايوه هيك والله وبارد بيجي طبعا بما انك فتحت لا 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 خلص هي خليها افتح لهم اياها على انستغرام شيء جاني خلص ماشي اكوز انتم ملاحظين قديش بيجوا لعنا هدايا هي اول مره بيجي شيء جديد لريتشو على طول مظلوم انا ما حدا بجيب لي هدايا السيوان لا والله مدللك خلص والله انا بستاهل اكثر لك تسلم والله العظيم جيتكم لهون ان شاء الله يعني لسه بدك تجيب لي شيء لحم حبيبي حضر حالك عندهم هدايا كثير لالهم ليش ايش في ياخذوا بيت وهيك وهلا اكيد اعيادهم لا انا ما بحب بحب اخذ بس والله شو تروح عيد ميلادك انت خلص تعي وين عيد ميلادي خلص هاي اجي هلا جيت ما اكل جاتو اذا مشكلتك بالجاتا انا بعملكم الهديه يعني اذا بدك تجيبها شو قد هيك حق دقيقه حسب الجاتا لحظه حق الكيك اذا جبت الكيك حق الهديه لا نطلع عند بعضها لا نطلع عند بعضنا لا تطلع انا حبيبي يا عمري جاي هلا عيد زواجنا خلص ياكل كيك من عيد زواجنا ايش دخله بعيد زواجنا لا بياكم الكيك تعال هذا بارك لك ايش تحبارك لي؟ ايش عرس؟ لا انت خليك فارك لي بس اتجوز اسمع في هدية العرس انهم يجيبونا اياها ايه استعملوا عرس مدن نتزوج؟ صحيح نحن والله لازم نتجوز تأخرنا لازم نتزوج والله العظيم حبيبي نعمل عرس نحن مونا نتزوج ايه اضحي نفسي حبيبي ايش شغلات تانية هدول مالي على هدول ميرو طالعي
ايش بدك؟ لمين ورجيها لناسي خلص انستغرام عندها بيروحوا بيشوفوا والله خلص راح اخلي يتفاعلوا على حسابي وضعينا. اول شغله حبيت اشكركم على حسابي الانستغرام صار 200,000 بس هذا المسكين ليش ما عم تضيفوه على انستغرام؟ ما عم بيطعميكم؟ مو حرام؟ ايه بتاكلوا همه لقلبي. حبي لي الغراب بلبسه بعد 5 سنين. جيانو حبيبي انا اليوم شو كسروا؟ جاي عم بقول انبسطت كثير اجت لعنا اليوم. انا كنت مبسوطه كثير والله. هي يسلم ايديكم مقصعتوا بيت عامر عن جاي عمري. انا خلي لي اياكي صرنا انبسط اكثر بس تسكن جنبي. شكلها كثير ما تقتلها بذنبي. ليش عم يعمل فرجيني؟ شو هاي؟ بلا صومالي. ايه عم شو عم تساوي؟ هدول لسا عندهم مكان لسا بيعملون لسا هدول بتلعبوا مباراه. انت مو نلعب لا عم نتفرج. لا انتم عم نتفرج لازم ناكل. اذا بننزل بنلعب ما نحن بنرقد اكثر منهم. ان شاء الله ان شاء الله مثل الحكم اكثر من الحكم برضه. والله يا جماعه تعالوا كلوا موزه. تعالوا اكثر من الحكم برضه. صدقوني انبسطنا كثير 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 بجيهان وسوار. سوار. والله سهرة سوار. حلوة. جيهان. ها؟ أنت إيش بقدر بالقصة؟ والله بخربت. والله أنت. خلاص جيهان وسوار. لا سوار. سوار سوار هذا سوار جيهان. روح لسه. هاي جيهان وسوار سيار. فيا جماعة الخير إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو وأهم شيء نحن يكون أبيض وجهنا قدامكم. عرفت شلون؟ وأنا أكيد ما رأي مرة هيك يعني أكيد إلي عزيمة. إيه طبعاً. والله حبيبي بس ينقلوا عبيد جديد. خلص. استنى لين يقولوا عبيد جديد لا فورا. يا جماعة. وقت عزيمة يا جماعة في عزيمة غير شكل. انتبهوا على غير شكل. جيهان طلعت حالك. الله لا يحرمني. عبيد جديد اسمعني. خلص شو شو لا لا هي لحال وهذيك لحال. حبيبي انا ما بحب رفيقتي تتعذب. يا جماعه الخير فجرونا امه لهذا الفيديو لايكات اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس لتكونوا جزء من عائلتنا. حساباتنا الانستغرام وسناب شات كلهم راح تشوفون بصندوق الوصف لتعرفوا يومياتنا اكثر. بس اول شيء بصندوق الوصف راح يكون قناه جيهان وسوار. جيهان وسوار كمان صوروا فيديو كمان صوروا فيديو. بدنا منكم تروحوا تشتركوا عندهم. شكرا. كثير عائله مهضومه وراح يكون في حتى راح يكون في فيديوهات كثير بيناتنا برا وممكن يكون في شيء عم نحضره ممكن سفر ممكن انا كمان عم احضر لشيء ممكن يكون في سفر كمان. حضروا حالكم كلكم في كثير قصص راح تصير. هلا بدي اقول لكم باي 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 باي.